الجبهة الإسلامية، حركة أحرار الشام الإسلامية، تجهيز صواريخ الجراد من أجل إطلاقها على معاقل الميليشيات الشيعية في حي الزهراء في مدينة حمص. تجهيز صواريخ الجراد من أجل إطلاقها على الميليشيات الشيعية في حي الزهراء الموالي للنظام في مدينة حمص، نصرة لإخواننا في حمص المحاصرة. الجبهة الإسلامية، حركة أحرار الشام الإسلامية، دك معاقل الميليشيات الشيعية في حي الزهراء الموالي للنظام في مدينة حمص، نصرة لإخواننا في حمص المحاصرة. الله أكبر، العزة لله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. جاهز ارمي. الجبهة الإسلامية